حامد اسمح لي بداية تكون مع حضرتك. خلينا كده نسأل سؤال عام عشان الناس اللي مش عارفة برضو أو مش مستوعبة قوي أهمية الزراعي. إيه هي نسبة مشاركة القطاع الزراعي في إجمالي الناتج المحلي في مصر تقريبا كده؟ هو طبعا يعني صعب جدا ما يبقى في مواطن مش عارف أهمية الزراعة أو أهمية القطاع الزراعي في مصر. القطاع الزراعي بيمثل من 17 ل 20% من الناتج القومي. 17 من 17 ل 20%. القطاع الزراعي بيعتبر من اهم القطاعات. القطاع الزراعي هو المسؤول عن الامن الغذائي، مسؤول عن غذاء المصريين. وعلشان كده انا سعيد بالمقدمه اللي حضرتك قلتيها عن الفلاح المصري اللي احنا بنكن له كل التقدير وكل الاحترام. صحيح. وطبعا اهم عنصر في القطاع الزراعي انا بقول لك بمنتهى الامانه هو الفلاح المصري. الفلاح بجد. المصري الفلاح المصري طبعا الفلاح المصري الحقيقة زي ما حضرتك قلتي من 2011 والظروف اللي مرت بها الدولة والاحتجاجات والاعتصامات والمطالبات اللي قام بها العديد من فئات الشعب. صحيح. الحقيقة الفئة الوحيدة اللي كانت مرتبطة ارتباط وثيق بالأرض هي الفلاحين الحقيقة. وما كانش عندهم أي مطالب ولا احتجاجات وتحملوا الحقيقة مشاكل كثيرة وصعاب كثيرة جدا. وليهم بمنتهى الأمانة الفضل الأكبر في أن البلد قامت تاني، لأن القطاع الزراعي لو كان حصل له أي انهيار كان هيبقى فيه مشكلة كبيرة جدا طبعاً. للبلد طبعا. أستاذ حسين